ننتقل إلى أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أحمد، أهلا بك معنا. لنبدأ بهذه البيانات من ألمانيا وتراجع الإنتاج الصناعي في سبتمبر، إلى أي مدى ما زالت عم تعطي إشارات سلبية حول منطقة اليورو وعدم التعافي من كل التحديات ابتداء من طبعا كورونا إلى هذا الصراع الممتد في منطقة الشرق الأوسط؟ صباح الخير ميساء وكريم. نعم، ألمانيا على قمة الهرم في القطاع التصنيعي، تسجل دائما قراءات في الفترة الماضية قراءات سلبية على ما أعتقد الشهر الرابع أو الخامس في انكماش. مؤشر مديري المشتريات أيضا التصنيعي كان عبارة عن إشارة في الاتحاد الأوروبي والأوضاع السيئة والسلبية بما يخص القطاع التصنيعي، قراءات متتالية سلبية على ما أعتقد إلى 12 شهر متتالي قراءة انكماش لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي. كذلك الخدمي أيضا كانت مؤشرات انكماشية في الفترة الماضية. بكل تأكيد هي رياح على ما أعتقد رياح سلبية في منطقة الاتحاد الأوروبي انعكست بكل تأكيد على النمو الاقتصادي، النمو الاقتصادي عندما يقارب 0.1%، قراءات متتالية تعطي الإشارات بأن النمو الاقتصادي سلبي في الاتحاد الأوروبي. لكن أريد أن أقتبس هنا من رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق تريشيه عندما ذكر اليوم في أحد مقابلاته بأن التضخم على ما يعتقد أنه مستمر قد يستمر لمدة عامين متتاليين. فبالتالي على ما أعتقد أرقام التضخم هنا مع الاقتباس، على ما أعتقد أن أرقام التضخم قد تكون مستمرة مع الأرقام السلبية الواردة في الفترة الأخيرة. فبالتالي إذن أحمد يعود إلينا من جديد يستكمل فكرته فيما يتعلق ببيانات التضخم. أحمد تفضل من جديد. أبدا، شكرا ميسا. نعم، عندما ننظر إلى أرقام التضخم فهي أرقام مستمرة في الارتفاع في الفترة الماضية في الاتحاد الأوروبي بالرغم من انخفاضها. لكن طيب، إلى أن يتضح الصوت مرة أخرى سوف إلى الأسواق العالمية. انضم إلينا حاليا أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أحمد، أهلا بك مجددا، ودعنا نعود لأسعار النفط وتداولاتها خلال هذه الجلسة، التراجعات التي شاهدناها، ضغوط واضحة من البيانات الصينية. صباح الخير كريم. نعم، عندما ننظر إلى النفط على ما أعتقد رياح معاكسة قد صدرت في الآونة الأخيرة، أقل أسعار منذ أكتوبر. الرياح المعاكسة هنا أقصد بكل تأكيد الاقتصاد الصيني، لا يزال النفط يوزن الاقتصاد الصيني، السلبية الاقتصاد الصيني في الفترة الماضية. الميزان التجاري اليوم قد سجل بعض الانخفاضات، الأعين كلها تتجه إلى قراءات التضخم، قراءات المتوقع أن تكون سلبية، انكماش في التضخم نحو 0.1% بالماينس سلبيا. بكل تأكيد هي أرقام قد تعكس بالضغط السلبي على أرقام النفط، على أسعار النفط. عندما ننظر إلى حتى التوترات الجيوسياسية في الفترة الماضية في قطاع غزة، على ما أعتقد الوزن القطاع أو وزن التوترات الجيوسياسية كان متوقع أن يكون أكبر من ذلك. بكل تأكيد الوزن الأخير أو عندما نوزن الأوضاع الاقتصاد الصيني السلبي في الفترة الماضية مع التوترات الجيوسياسية، بكل تأكيد ضغطت سلبيا على أرقام النفط في الفترة الماضية. 78 دولار لخام غرب تكساس انخفاضات أدناها قد يدفع اتجاهات النفط سلبية، خاصة لو نظرنا فنيا بالنسبة للنفط خام غرب تكساس تحديدا قد يسجل لور لو. فبالتالي 78 على ما أعتقد مفصلية جدا للنفط في الفترة القادمة. طيب، دعنا أحمد نذهب إلى الاتجاه المغاير للمركزي الأسترالي برفع معدلات الفائدة خلال هذه الجلسة. شاهدنا ارتفاعا لمعدلة الفائدة 25 نقطة أساس 4.35%، هي معدلات الفائدة يخالف اتجاه الفدرالي الأمريكي اتجاه البنوك المركزية خلال الفترة الماضية، وبالرغم من ذلك يتراجع الدولار الأسترالي. نعم كريم، عندما ننظر 4 اجتماعات متتالية كان هناك سياسة الإيقاف كحال البنوك المركزية الأخرى. أستراليا كانت قد بدأت عمليات الإيقاف قبيل البنك الفيدرالي الأمريكي وحتى الاتحاد الأوروبي أو بنك أوروبا في الفترة الماضية. عندما ننظر إلى البيان على ما أعتقد كان هناك دوفيش هايك أو ارتفاع لأسعار الفائدة بطريقة حمائمية. الإشارات من رئيس البنك المركزي الحديث الجديدة بولوك على ما أعتقد قد أشارت بطريقة أو بأخرى أن المخاطر في الفترة القادمة مخاطر كبيرة جدا من
رفع أسعار الفوائد بشكل كبير جدا، مما أعطى الأسواق بعض الإشارات على أنها إمكانية أن تكون هي رفعت أسعار الفائدة الأخيرة بالنسبة لبنك أستراليا. عندما ننظر إلى حيثيات الاقتصاد الأسترالي، على ما أعتقد أن أرقام التضخم لا تزال عنيدة في الفترة الماضية أكثر من نظيراتها في أمريكا، في الاتحاد الأوروبي تحديدا أيضا. عندما ننظر إلى المعطيات الاقتصادية، فعلى ما أعتقد كانت في أمس الحاجة لعمليات رفع أسعار الفائدة، لكن قد تكون هي الفائدة الأخيرة، مع الإشارة هنا كريم بأن إمكانية استمرار لأسعار الفوائد لفترة زمنية على ما أعتقد قد تكون أطول، مع الانقسام الحاصل بين الأسواق والبنوك المركزية. الأسواق لا تزال تتوقع أن إمكانية تخفيض أسعار الفوائد قد تبدأ في منتصف 2024، لكن البنوك المركزية على ما أعتقد قد تبقي أسعار الفوائد المرتفعة مع أرقام التضخم العنيدة في الفترة القادمة. شكرا جزيلا أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في إكويتي جروب.